المطلوب حصل يا سيدنا البيه. تسلم يا مولانا. ايه البجاحة دي؟ انت ازاي ماشي ورايا بتخش عليا العربية كده؟ عايز ايه؟ إلهام، أنا عايز أقولك إنك وحشاني. شكرا. بعد السنين دي كلها حاسس إن حبي ليكي ما انتهاش قضاء وقدر. في حد خطفك مني؟ أنا مش صغيرة يا هلال، ولا أنت صغير، ولا اللي بتقول عليه خطفني ده صغير. فلو عندك كلام ناس كبار قوله. أنا حبي ليكي هو اللي كان كبير، بس انتهى زي ما أي حكاية بتنتهي. مش مهم مين السبب. لا مهم، في حكايتنا مهم، لأن اللي خطفك الشيطان. الشيطان اللي قدر بكلامه وبفلوسه يزغلل بمرايته الكذابة عينيكي ويقنع أبوكي إنه أمير الحواديت اللي هياخدك تسكني في قصر أبوه السلطان. لكن في الآخر إيه اللي حصل؟ أهو رميك في البيت، عمرك عمال يعدي. إلهام معتز بيبص لأي واحدة عينيه بتقع عليها أو إيديه بتوصل لها. حلوة قوي الحدوتة دي، دي من ألف ليلة؟ جميلة قوي، بس خلاص انتهت. لا ما انتهتش. أنا آسف. لا آسف. مع السلامة. أنت مش هتقدر تقنعني يا باشمهندس باللي أنا مش مقتنع بيه. اللي تشوفه يا سلام بيه. أنت عارف إني أنا اللي مربيك، أنت أخو معتز الكبير، وما كانش بيفرقك زمان رغم إنك أنت أكبر منه. معتز ده أخويا الصغير، مع الفرق طبعًا. مفيش فرق ولا حاجة. أنت عارف متولي أبوك الله يرحمه أنا كنت بحبه قد إيه، ودلوقتي ابني متولي بقى باش مهندس عظيم، وحالته بسم الله ما شاء الله. ده من فضلك ومن خيرك يا سلام بيه. سيبك من الكلام ده، أنت بقيت راجل مهم ولك اسمك باجتهادك. المهم إن جاء عليك الدور. ابن سليمان محتاج ابن متولي. بس اللي حضرتك بتقوله ده بصراحة مش منطقي خالص. حضرتك لسه كبرنا وكلنا محتاجينك. أنا عيان الصبر وأنت عارف ده كويس. والمرض اللي عندي وفي سني مش هيسيب لي وقت كتير. تعال نفكر مع بعض بصوت عالي، أنا عارف علمك وثقافتك. الراجل اسمه شمس ده اللي كعبل فيه معتز راجل مش سهل. أنا سألت عليه وعرفت عنه كل حاجة، ده راجل مخاوي شيطان. حضرتك قلت لي إنك مش عايز تسمع كلامي أنت مش مقتنع بيه، وأنا بصراحة مش عارف أقول إيه خالص. أنت بتضحك على نفسك ولا عليا يا باشمهندس؟ حضرتك الموضوع القديم ده مات واتدفى مع أبويا خلاص، وبصراحة ما بحبش أفتكره ولا أحب حد يفكرني بيه. بس أنا مش أي حد، أنا سليمان عدوية. وحشتيني 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 يا حبيبتي. وانتي كمان يا مامي، عاملة إيه؟ الحمد لله، انتي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. طلال. هلا جيرمين بنتي. ما شاء الله ما شاء الله، شحلاتها بنتك يا شهيرة. طلال جوزي. يا هلا. أهلا وسهلا. أهلا. يا هلا. بنزل الحين علوبي تبون اي شيء دقوا على الجوال. خذوا راحتكم. السلام عليكم. تشربي ايه يا حبيبتي؟ لا ولا حاجه مش عايزه، شكرا. طب خلاص انت هتتغدي معايا النهارده. لا مش هينفع، ما قلتش لصابر على فكره. يا سلام، من امتى؟ ده حتى الباشمهندس بيشتكي من كتر خروجك كده من غير ما تقولي له. هو اشتكى لك؟ لا مش بصراحه كده، بس انت عارفه جوزك وطريقه كلامه، تقدري كده تفهمي هو عايز يقول ايه بالظبط. المهم انت احكي لي بقى. احكي لك على ايه؟ كل حاجه عن بناتي حبيبتي. ايه رايك في طلال؟ اسم الله عليه، ما لقيتيش اصغر منه عشان تتجوزي؟ لا ما لقيتش. انت يعني جايه عشان تغيظيني؟ انت عبيطه، اغيظك ايه؟ انت بنتي، انا لا اقدر اغيظك ولا ازعل منك ولا اغضب منك ولا اي حاجه، لكن دي حياتي انا، وانا عايشه بالطريقه اللي انا عايزاها. تعيشيها بالطريقه اللي انت عايزاها، تقومي تتجوزي اربعه بعد ابويا ما مات. يعني عايزاني اعمل ايه؟ ارجع مصر واقعد عندك انت وجوزك
ولا اقعد لوحدي بقى واستنى لما تتعطفي عليا وتزوريني وتحايل عليك عشان تكلميني في التليفون، ولا اقعد بقى لغايه لما اتجنن وترميني في دار مسنين. ياه صدقي عندك حق، مبررات منطقيه جدا ان انت تتجوزي وتبعدي عن بنتك، صح؟ ما انت عارفه ان ابوكي الله يرحمه هو اللي عودنا ان احنا نعيش بره، وكنت اتحايل عليه ان احنا نرجع مصر ما كانش يرضى. وبعدين دلوقتي بقيت لما ارجع مصر احس ان انا غريبه. غريبه كمان عن بنتك؟ جرى يا جرمين، انت مش محتاجالي، مش بس دلوقتي، من زمان، من ساعه ما سبتيني هناك وجيتي هنا ودخلتي الجامعه وقعدتي عند ستك لغايه ما ماتت الله يرحمها، وبعد كده اتخرجتي واتجوزتي وما كنتيش بتكلميني حتى في التليفون ولا تسالي عليا ولا كاني ليكي ام، كنتش بتكلميني غير عشان الفلوس، عشان ما لقيتش عندك لا الحضن ولا الحنان اللي بتحتاجه اي بنت من امها، ما لقيتش عندك غير الفلوس عشان كده كنت بكلمك. حبيب قلبي تعال اقعد جنبي كده. انتي بتعيطي يا ماما؟ لا لا بعيط ايه، احنا بس تقريبا في تراب دخل في عينيا، الجو وحش قوي النهارده صح؟ قولي عاوز حاجه؟ انا عايز اخرج معاكي بس كده، المره الجايه اجيلك من بدري ونروح اي مكان انت عاوزه. عاوز تروح فين بقى؟ انا عايز اروح معاك البيت يا ماما. البيت؟ عين ماما، نروح البيت ونروح اي مكان. تعالى تعالى تعالى، ايه الحلاوه دي؟ هات بوسه. طيب الحكايه اللي انا هحكيها لك دي حصلت امبارح قرب الفجر. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اكلمك مع اني والله ما كنت عايزه اقول لحد خالص. هو ايه اللي حصل؟ كلمي يا سندس. انا هتكلم هتكلم، بس اصلا انا متاخده كده شويه مش متعوده اركب عربيات مع حد وخايفه حد يشوفه. ده يا ستي ما تخافيش، احنا بعيد عن منطقتك خالص. كلمي. الموضوع بخصوص قمر بنتي. هي فين قمر؟ ما جاتش معاكي ليه؟ سبتها عند صفيه بقى وربنا يستر. اصلا ما كنتش عايزاها تسمع حاجه خالص من اللي انا هقولها لك. والله يا سندس بطريقتك دي تقريبا انا اللي مش هسمع ولا كلمه من اللي انت عايز تقوليها. ما انا معذوره برضه، عماله اقول لروحي يمكن اكون بضر نفسي بقعدتي معاك هنا والحكايه اللي انا احكيها لك. مش انت حكومه برضك؟ لا انا مش حكومه، وانا قاعد معاكي دلوقتي مش حكومه، واي كلمه هتقوليها وعايزه ترجعي فيها براحتك. ما انا برضه في حاجه كده جوايا بتقول انه ما يتخافش منك. ما تنطقي بقى يا سندس، ايه اللي حصل الفجر؟ امبارح قبل صلاة الفجر نمت مهدودة من شغل الفرن، وبعدين حسيت بقمر كده قايمة من جنبي. قلت غريبة، أصل قمر لما بتحب تخش الحمام بتقعد تزن وتصحيني، المرة دي لا زنت ولا صحتني. قلت أنا هقوم وأروح وأشوف بتعمل إيه. بعدين لقيت صوت غريب كده في اوضه الكراكيب. ايه اوضه الكراكيب؟ اوضه الكراكيب دي يعني تلاقي فيها كرسي مكسور، مروحه بايظه، مرتبه ملهاش لازمه كده يعني. المهم اللي انا هقوله لك ده انا احلف عليه واتحاسب عليه قدام ربنا. هو ايه ده اللي هتحلفي عليه؟ انه حصل، والله العظيم حصل، اصله ما يتصدقش، بس هو ما بيحصلش كتير، ساعات. ايوه اللي هو ايه يعني؟ ابويا ساعات كده يجيب كام فنطاس مازوت على كام صفيحه جاز، لزوم شغل الفرن يعني. بعدين بعدين قمر بتدخل اوضه الكراكيب بتعمل ايه بقى؟ انا معرفش، انا لقيتها جايبه قطن من المرتبه ومدخله جوه وعماله تكب عليه جاز. وبعدين انا ما سكتلهاش، انا زعقت لها، زعقت لها جامد قوي
وابويا حتى صحي على زعيقي وقعدت تعيط وتصرخ وما هديتش غير بعد فين وفين. واحنا بقى بسلامتنا لما روحنا نعاين ما شفناش قطه الكراكيب دي خالص. انتوا جيتوا بعد ما استاذ شمس جه وقفتوا قدام بعض، انتوا حتى ما بصيتوش على هدوم الولع في دولابي. انت بتضحك عليا معتز بيه؟ انا بضحك على الغباوه، على الخيبه القويه بتاعتنا. طب والنبي ما تاذي ابويا، ده راجل غلبان قوي والله. لولا بعد الثوره التموين بتاع الجاز والمازوت تشح ما كانش هيجيبه ويخزن خالص. انا اذي ابوكي؟ انت عارفه انا عايز اعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز ابوسك. بقول لك يا سندس، قمر لازم تروح لدكتور نفسي وانا لسه عنده وعد. حاضر. بقول لك ايه يا نبوي، التقرير بتاع الحرايق في منطقه الحنفيه انا رجعته للاداره عندكم عشان يدرس تاني. ايه الاحراز؟ ام صنو. اه ماله بقى التقرير؟ ماله ايه؟ عايز اعرف عملته فيه ايه؟ ولا حاجه، التقرير زي ما هو. وبعدين دراستي يا معتز، هو حد فاضي؟ شويه هدوم واتحرقت، شوف مين اللي عملها. حريقه هقول لك فيها ايه يعني؟ سيبك من التقرير يا نبوي، انا جاي لك عشان حاجه تانية خالص. انا جاي اسالك سؤال في الكيمياء. انت هتشتغل معانا ولا ايه عمر؟ هو ينفع ان ورق يولع تحت الميه؟ ممكن الميه نفسها ممكن تولع. لا لا اهدى بقى كده وفهمني اللي انت بتقوله ده واحده واحده. بص يا سيدي، في 100 عنصر لو اتحط مع الميه يولع. هيدرات الصوديوم، فسفور ماغنيسيوم، الماغنيسيوم مثلا بيشتعل تلقائي لو اتصل بالميه. طب المواد دي ينفع تحط في ورق مثلا؟ ينفع. في قلم؟ ايه يا معتز، انت بتتفرج على العاب سحريه كتير الايام دي ولا ايه؟ الماده دي ممكن تكون في قلم، في ورقه، في عصايه. في الغالب اللي بيشتغلوا في الحاجات ديت بتوع الالعاب السحريه. هيدرايد الصوديوم، الفوسفور، البوتاسيوم. اما المغنيسيوم بقى فده بيشتعل تلقائيا عندما يتصل بالماء. اي خدمه يا نجم، يعني لو اتزنقت في اي معلومه على الماشي انا تحت امرك. اركن بقى كل ده على جنب يا باشمهندس وتعالى لي مفاجاه سندس. تقدر تقول كانت مفاجاه مدويه. قال ايه؟ عندهم في البيت مخزن لتموين الفرن، مش من الخميره والدقيق، لا من الجاز والمازوت. بالنسبه بقى لقميص نوم صفيه، فالواد صندل ابنها لعنه الله عليه مدمن العاب ناريه وشماريخ، يعني شكرا. بس المره دي بقى شكرا شكرا بالادله الماديه القاطعه التي لا تقبل الظن او الشك. طب كويس انك وصلت للاسباب بنفسك عشان تبقى تصدقني. بس نقول ايه بقى؟ مغني الحي لا يطرب. يا صابر انا كنت في كابوس، بس عارف كل ما كانت ورقه تتكشف قدامي كنت بحس انه هم وتشال من على قلبي. انما النهارده كل الورق اتكشف. يا ابن الكلب يا شمس، ده هيبقى لعبتي بعد كده. مالكش دعوه بقى بالراجل ده. ماليش دعوه بمين؟ ده راجل ابن 60 كلب وشرف ابويا اللي لبسه قضيه دجل ونظم. الموضوع ده خلص، انساه. انت جرالك ايه؟ كلامك مش مريحني. هو كل واحد فينا هياخد مكان التاني؟ يعني انا اللي هبقى بتاع العلم وانت اللي هتتمرجح؟ يعني ايه تتمرجح دي؟ يعني هتخاف من الراجل وتخوفني؟ يا سيدي انا بخوفك ولا حاجه، كل اللي بقوله لك ان مفيش داعي، وانت كويس انك اتعلمت وفهمت. ايوه اتعلمت وفهمت ان ما سيبش كلب زي شمس ينصب على الناس ويضحك عليهم وياخد منهم فلوس بالدجل. بس انت قايل بنفسك انه ما خدش فلوس من الناس بتوع الحنفيه. ايوه بس راح لابويا وابويا صدقوا، واحتمال كبير قوي يكون خد منه فلوس، يعني ضحك على ابويا واستغل خوفه عليا. والله اعلم بقى يكون بينصب على مين تاني ولا بينيل ايه. المشكله مش في شمس، المشكله في اللي بيصدقوا. عايز تسجنه اسجنه، بس في ألف غيره بره والناس هتصدقهم برضه. بقول لك يا صابر، انا مش هغير الناس ومش هقدر على الألف اللي غيره، انما هو بقى انا هوديه في 60 دقيقه. ايه يا طارق بيه، عايز اشوفك. لا بكره ايه، انت قدامك ساعه. كويس قوي. ازيك؟ ازيك؟
مساء الخير. ازيك يا صبر؟ كويس ان معتز مشي عشان تركيني مكانه. هو انت كنت واقف في الشباك وشايفني ولا ايه؟ لا ابدا، انا كنت بدور على التليفون فلمحتك بالصدفه. عملت ايه مع مامتك؟ ولا حاجه، انا جعانه قوي. انت اتعشيت؟ لا لسه. طب انا هخش اشوف في ايه في المطبخ. شيماء صح؟ لا لا لا، انا هعمل اكل بنفسي. انت مامتك كويسه؟ اتجوزت. طب وايه الجديد؟ ما هي قالت لنا في التليفون انها هتتجوز. ايوه بس ما قالتليش ان اللي هتتجوزه دوت اصغر منها ب 15 سنه. ما هو الظاهر يا جرمين ان الجمال في عليكم وراثه، مهما كبرتوا ما بيبانش عليكم. انا مثلا متاكد ان لو مت في يوم من الايام شبان كتيره قوي هتتقدم لك مهما كان سنك. انا مش زي ماما يا صابر. كل الستات بتقول كده، بس الحقيقه ان كل الستات زي امهاتهم بالظبط. ده مش مثل شعبي، ده علم نفس تحليلي. بجد؟ طب انت ليه ما طلعت زي ابوك؟ ومين قالك اني مش زي ابويا؟ انا بس اتعلمت وحاولت اتغير ونجحت، واعتقد بقيت راجل يشرف اي ست انها تكون جوزها. حقك عليا يعني لو كنت زعلتك. يعني معرفش، انا ساعات بيطلع مني كلام كده ما بفكرش فيه ولا بعرف اتحكم فيه. لا سيبك من الكلام، مش مهم، المهم تعرف تتحكم في افعالك مش في كلامك. هتعشينا ايه بقى؟ الاخر كده الراجل اللي اسمه شمس ده عايزين نخش معاه بيت الفار. فار؟ فار ايه يا معتز بيه؟ ما هو الفار ليه مكان واحد بس بيخرج منه، اللي هو هو في نفس الوقت المكان اللي بيدخل منه. شغلة حضرتك بقى انك تدور لنا على مدخل الفار اللي هو مخرجه، ويلبس قضية مقفولة ضمنة. ايوه بس انا بيتهيألي الراجل ده مش هسيب وراه مدخل ولا مخرج. هيسيب يا طارق، ولو ما سابش احنا هنعمله له ونحط له المصيادة وجواها الطعم كمان. ايوه يا معتز بيه، بس الراجل ده شغلانته مش مفهومه. يعني فكره ان احنا نحط حد من رجالتنا في طريقه ما اعتقدش ان هي هتجيب معاه. ده مش حاطط مبخره ولا مركب دقن ولا حاطط طرطول مثلا. راقب لي انت بس الراجل ده كويس قوي، تعرف لي كل حاجه عنه، بيروح فين، بيقابل مين، وهنقعد نفكر، واكيد هنلاقي الطعم اللي يجي على مزاجه ياكله ويستطعمه. اتفضل كل يا هلال بيه، دي لقمه القاضي. الست عندنا هي اللي عاملاها، مش هتدوق زيها في اي حته. انا مش قادر اتلمع عن نفسي من ساعه ما شفت الهام. ما هو ده الاتصال، وتلاقيه هي كمان كده. الطاقه اللي خارجه منها وخارجه منك دلوقتي بتتجاذب. ايوه بس كلامها مش مهم. الكلام احنا ما بنشتغلش على الكلام، الكلام يكون زي ما يكون، المهم الاتصال. والقرين بتاعها يا سيدي بشرني. صحيح بشرك؟ ايوه صحيح، بس ربنا يستر. في ايه؟ مش فاهم. في طاقة تانية بتعاكس. يعني ايه؟ الست إلهام دي عايشة لوحدها؟ ايوه عايشة لوحدها، وحيدة. لا إله إلا الله. في إيه يا أستاذ شمس؟ ما أنا قلت لك كل حاجة عنها، قلت لك اسم أمها وظروفها واسم أبوها، وجبت لك صورة ليها كمان. كل ده كويس، بس بس إيه؟ بس أنت ما قلتليش كل حاجة عنك أنت يا هلال بيه.
مؤاخذه يا ست هاني، في حاجه يا مصطفى؟ له رجال وتليفون من البيت بيقول ان ابنه وقع من الشباك. ايه ده؟ مات؟ لا ربنا سلم، اصلهم ساكنين في اول دور ودوه على المستشفى، وهو يعني كان عايز يستاذن من حضرتك يروح يطمن على ولده. ايوه طبعا يا مصطفى. كتر خيرك يا ست هاني. استنى اروح اجيب لك فلوس تديها له. يبارك لك ربنا في شبابك، يديك ولا يحرمك. يا نهري في ايه؟ ابني يا معتز بيه؟ ابني؟ ابنك مال؟ ابني وجع من الشباك يا بيه. خد يا نهري الفلوس دي بعتها لك الست هانم عشان تروح تشوف ولدك بعد اذن معتز بيه. اروح يا معتز بيه؟ روح انا. ربنا يخليك. نهري تغبي، هات الطبنجة. اتفضل يا بيه. هاخد انا الطبنجة دي يا بيه؟ تاخد ايه يا مصطفى؟ انت شايف نص متر قدامك يا بيه. انا صعيد وبضرب بالبندق. بندق؟ لا يا مصطفى انت عجزت خلاص، ما عدلكش سنان للبندق. يعني ايه يا بيه؟ مش فاهم. مش فاهم ايه؟ نكته يا مصطفى. فاهمك. امشي يا مصطفى، تصبح على خير. وانت من اهل يا بيه، ربنا يخليك ويخلي لك الست هانم. أحبك وأنت رومانسي، لابس أحمر ومولع شمعة حسب اللي تطلع رصاصة من المسدس. لا ما تخافيش، جوزك أجدع واحد يلعب بالنار. حاسب على نفسك عشان مش كل مرة بتعدي. لا كل مرة بتعدي، مادام قلبك جامد هتعدي. وأنت بسم الله ما شاء الله قلبك جامد وبيشيل بدل الواحدة اتنين وتلاتة. نشوف انا بتكلم في ايه وانتي بتتكلمي في ايه. ما علينا، انا النهاردة مش شايف غير واحدة ست حلوة قوي. ما تيجي نطلع فوق. هلال جالي النهارده قدام المستشفى بتاعت ماما. هو ده كان عايز منك ايه؟ الهام، وانا مش بكلمك؟ هو في ايه؟ هو انت قلت لي نقطه وطالعيني كمل ضحك؟ ممكن تهدى وتشيل المسدس ده من ايدك؟ بلا مسدس بلا زفت. الواد ده كان عايز منك ايه؟ هتفضل منفعل كده كتير؟ امال عايز انا اعمل لك ايه يا الهام؟ اخدك بالحضن عشان رحت قابلتي خطيبك الاولاني المعقد اللي مليان سواد الواطي اللي سمح لنفسه يروح يقابل واحده ست متجوزه؟ بس انا مش هسيبه، انا بقى هوريك انا هعمل فيه ايه. انا مقدره شعورك يا معتز، وصدقني فرحانه. فرحانة أنا لأول مرة بشوف إن عندك دم وبتغير على مراتك. بس خليك فاكر إن أنا قلتلك اللي هلال جالي. عارف ليه؟ عشان أنا عندي دم، ودمي ده بيتحرق كل يوم، وأنا عارفة إن أنا مش الست الوحيدة في حياتك. يا دوب باخد اللي بيفيد من اهتمامك ورجولتك آخر الليل. ده لو فاض سيبني لوحدي وكأنه سجن وانت سجاني اللي بستنى صوت مفاتيحه يفتح عليا السنزانة. أعصابي باظت يا معتز، بقيت بكلم نفسي وبشوف خيالات. تصدق لو قلتلك ان انا ما بقيتش عارفه انت مين؟
ضايع. ده يوم اجازه طايع معتز بيه، مشيت امبارح وهتيجي النهارده باذن الله. عايز حاجه؟ صباح الخير يا باشا، مش هتروح الجنازة يا معتز بيه؟ دي والدة النقيب هلال اتوفت وكلهم راحوا هناك. عامل ايه معتز؟ أنا آسف. أنا بجد آسف. مش على اللي عملته امبارح بس. أنا آسف على كل اللي فات. بس امبارح بالذات انا حسيت قد ايه انا صغير قوي وقد ايه انت فعلا كبيره قوي. اوعدك يا الهام ان انا من النهارده هتغير خالص، هبقى انسان تاني، انسان مفيش في حياته غير بيته ومراته بس.